النهارده عندنا فطيره فواكه البحر، يبقى عندي جمبري صغير وفي سمك فيليه وسبع كابوريا ومشروم وكرات وتوم ودقيق ولبن وبطاطس مهروسه ماستردة وبقدونس وشبت وكزبره خضراء، عندي صفار بيض وكريمه لباني، جبنه مبشوره، زيت عباد الشمس، كريستال، ملح وفلفل، فصين توم، ودين كرفس، شويه من الزعتر، حته بصلايه صغيره، شوية دقيق، شوية ملح، شوية فلفل، بداية واحدة، طيب كده ادي شوية بقسماط اهم، مفيش مشكلة عندنا خاطر انا هعملها حضرتك كده، هنا احط دي كده الاول، حطينا هنا البصل مع الكرات مع الثوم مع الكرفس هنا زي ما حضرتكم شايفين كده، وبعدين حطينا المستردة وادي المشروم كده، هنا حبة بيض ولبن، وادي شوية كريمة لباني، شوية جبنة، نخش بقى الفرن